ارتاح في الوصول للكرة قبل إيمانويل. بدل الضائع هذه الجولة الثانية كرة طويلة دلويل كرة ومحاولة جديدة على التمرير لكن يتدخل إيمانويل إيماني جيموي في الوقت المناسب. من أجل بعد على دفع التعادل قلت لكم يظهر نوعا ما مع الارتباك في كرة طويلة من هشام العلوش وصول جدري فريق الجيش الملكي من اجل اضافه خامس الاهداف. اهداف دفاعي تمريره لايمانويل ايماني جيموي تسديده فرصه وتدخل الحارس
تدخل الحارس يوسف بوكوا في تنفيذ والانطلاقة جمال إنسان مشرف فاتي مريم العمد فاتي إيمانويل 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 تسويبا حذرف التقدم رياض سليم فرصة لعناصر الجيش الملكي فرصة للاعبي الجيش الملكي مانويل الرواندي مانويل تلعب كرة جمان الملعوبة لفيدة عناصر الجيش الملكي العرضية فرصة في الخطورة جول الكرة هي المكرحوبة في نعم عملية الهجومية مانويل إيمانويل دائما في اليسرى نفس الاسلوب رفع الكره داخل منطقه الجزاء هذه فرصه ديال السويبا لمحمد الدحان لكن ومن اجل اليسرى تلعب لدائر إيمانويل العرضيه الراسيه